بعد القرار الملكي القاضي بدمج وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم في وزارة واحدة باسم وزارة التعليم، إلا أن بعض المنشآت التابعة لإحدى الوزارتين ما زالت تحمل اسمها القديم ورغم قرار الدمج، كما أن بعض الأوراق الرسمية تخرج من إحدى الوزارتين تحمل أيضا الاسم السابق. أيمن الزهراني اليوم زار أكثر من مبنى تابعة لوزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم سابقا، وجابنا هذا التقرير. رغم صدور أمر ملكي بدمج وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم في وزارة واحدة تحت مسمى وزارة التعليم، الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 67 بتاريخ 9/4/1436 للهجرة، وبالتأكيد على أن يبلغ هذا الأمر للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه، إلا أن كاميرا الراصد رصدت بشكل عشوائي منشآت تعليمية لا زالت حتى هذه اللحظة لم تنفذ ما أمر به. أيمن الزهراني، الإخبارية، الرياض. طيب، للحديث عن هذا الموضوع معي مدير التطوير الإداري في وزارة التعليم الأستاذ محسن البقمي. أهلا أخوي محسن. حياك الله أخ عبد الله، الله يحييك. الله يسلمك. والله بقول لك الجد، احنا نتعب معاكم في وزارة التعليم عشان تطلعون معنا، فما أدري أسألك عن وزارة التعليم ولا وزارة التعليم العالي، لأنه الوضع والله مرة يعني لا زالت المباني عندكم تقول وزارة التعليم العالي، في مباني تقول التربية والتعليم، وترى في أظن بعد في مباني تقول وزارة المعارف. شو الوضع فيها؟ أولاً أخ عبد الله، فرصة طيبة نلتقي معك. الله يسعدك، طول عمرك. في برنامج الراصد، هذا البرنامج المتميز، والأخ عبد الله متألق، الله يعطيك العافية. أنتوا دائم تزعلون علينا، ما تقول دائم تسألون، يعني متألق وديم. الله يوفق. الله يسلمك. ودي أوضح لك، الله يعطيك العافية. أولاً بالنسبة للوزارة مرت مراحل عديدة في موضوع الدمج وموضوع تغيير الشعار. فالوزارة كان هناك تغيير في الشعار في عام 424 هجري، على أساس أنه عندما دمج التعليم البنات مع وزارة التعليم وأصبح الشعار موحد، اللي اختلف فقط هو المسمى وزارة التربية والتعليم، وتم تغيير جميع المطبوعات بالكامل، إلا أنه في عام 34 تم تغيير الشعار بالكامل في وقت الامير سمو الامير فيصل بن عبد الله وزير التربيه والتعليم السابق. فهناك خطه لتغيير هذا الشعار، لا يمكن تغيير هذا الشعار في يوم واحد، هذا واحد. الامر الاخر، هناك جهات معنيه متعدده في الوزاره، من وكاله المباني، خدمات الشؤون الماليه والاداريه، واداره العلاقات العامه والاعلام، هناك ميزانيات مرصوده لهذا الامر. نحن في التطوير الاداري في اداره التنظيم وضعنا خطه لهذا الموضوع تتضمن 3 سنوات. عندما وصلنا وضعنا متابع لهذا الامر، وعندما وصلنا إلى المرحلة الثانية في التنفيذ، فوجئنا بصدور الإشعار الجديد وقرار دمج وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي بالعام، فأصبحت مسمى واحد وشعار واحد اللي هو وزارة التعليم. فخلال هالفترة وهالتداخل هذا، هذه كانت إعاقة كبيرة في موضوع تنفيذ هذا الإجراء. هذه المشكلة الرئيسية في موضوع وجود بعض الشعارات في بعض المدارس، ليست إلا عملية الاعتماد في موضوع الخطة، لأنها مجدولة وفق ميزانيات. طيب. ومطروحة وماشي فيها الأمور. يعني بتتغير إن شاء الله كثير من المباني وكثير من المسميات، صحيح؟ أكيد أكيد، بحول الله. طيب. الكريم، وليس فقط اللوحات فقط، الأمر يتعلق بموضوع مطبوعات، موضوع شعارات. طيب. الوزارة في سياراتها، في حتى في أختام الوزارة أيضا. طيب، شفت إن الموضوع سهل، يعني اطلعوا معنا، خلصنا، طال عمرك في كل وقت ومستعدين، الله يحييك. اي كذا، بس اذا كلمناكم الصبح ما حد يرد. لا يردون ان شاء الله. الله يحييك اخوي محسن البقمي، شكرا لك. وجد انا عارف انه في تداخل في المسميات الفتره الماضيه بين وزاره التربيه والتعليم، بعدين وزاره التعليم. صحيح. بعدين، فالله يكون بعونكم اخوي محسن البقمي، مدير عام التطوير الاداري في وزاره التعليم. اشكرك، شكرا جزيلا لك، ويعطيك العافيه.